حذرت منظمة جرين بيس أفريق البيئية مما وصفته بالنهب الممنهج والمستمر الذي تتعرض له الثروة السمكية بجميع أنواعها في سواحل موريتانيا والسنغال وغامبيا من شركات أجنبية. وذكرت المنظمة في تقريرها أن 8 سفن للصيد الصناعي تابعة لشركة صينية شاركت في نشاطات مبهمة في الأشهر الأخيرة تزامناً مع إجراءات الحجر الصحي التي فرضت على خلفية تفشي فيروس كورونا. وبحسب جرين بيس من الصعب التأكد من أن هذه السفن منحت تراخيص وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية. نتابع التقرير التالي وبعده نسأل عن خلفية هذا الموضوع. الصيد البحري لم يعد مردوده مغرٍ كما هي الحال في سابق عهده. محمد محمود يحمل سفن الصيد الصناعي المسؤولية حيال ما حاق بمورد رزقه من تراجع. أنا صياد تقليدي ونعاني من مشاكل مع الصيد الصناعي، يسرق شباكنا ويعدلنا ياسر من الصيد اللي ما يعدي عندنا مناطق ويخرق حدود مناطقنا. منظمة غرينبيس البيئية اتهمت أساطير الصيد الأجنبية بما أسمته النهب الممنهج للثروات البحرية في منطقة غرب إفريقيا. وهنا في موريتانيا الأرقام تشير إلى تراجع في عائدات الثروة السمكية وتشكل قرابة ربع ميزانية البلد. الصادرات الموريتانية من السمك تراجعت في هذه السنة حيث كانت 700 مليون دولار وأصبحت 600 مليون دولار. الشاطئ الموريتاني وطوله يزيد على 750 كيلومترا ما عادت الأسماك فيه بنفس الوافرة والتنوع. والسبب بحسب المشتغلين في المجال النهب وضعف الرقابة. قوة خفر السواحل تقول إن المجال البحري هنا يتوفر على ما يلزم من حماية. قوات خفر السواحل الموريتانية تمتلك شبكة رادارات منتشرة على طول السواحل الموريتانية، كما أن هناك سفن للرقابة، كما أن البحر الوطنية تحكم سيطرتها على المجال البحري الموريتاني، وهناك طلائع جوية دائمة. القضاء يحقق الآن في شبهات فساد تتعلق بصفقات الصيد البحري. يقول العارفون هنا بشؤون الثروة البحرية إن باخرة صناعية عملاقة واحدة تصطاد في الساعات لا تعجز عن اصطياد جميع زوارق موريتانيا التقليدية كهذه التي نحن على متنها وخلال شهر كامل. محمد عبد الله ممين، العربي، مواكشوط. وفي السياق ذاته تتعرض الثروات السمكية في بلدان عربية أخرى لنهب ممنهج ومتكرر، نذكر منها تونس والصومال واليمن، وهذه السرقة تتهم شركات أجنبية بالوقوف خلفها. ونرحب معنا من تونس بنائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد. أهلا وسهلا بك معنا سيد نور الدين. إذن تونس وبلدان عربية أخرى تعاني من نفس المشكلة، وهي مشكلة نهب ثرواتها السمكية والمائية. بطبيعة الحال صيادو الأسماك في مقدمة ضحايا هذه الممارسات، لكن من هي الدول الأكثر تأثرا بهذا النهب؟ نعم، نعم، شكرا للأخت، وبرنامج ممتاز وجيد.
يحمل موضوع طالما تحدثنا عليه في تونس، وضرورة المحافظة على الثروة السمكية من الاستنزاف الخارجي، وهذا شأنه اللي ربما يضعف حتى من مردودية قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، اللي كما شفنا في الروبورتاج أنه الشقيقة الموريتانية معناها لديها أسطول هام من الصيد الساحلي والتقليدي لفئة معينة من الصيادين البحريين، ولكن اليوم انتهاز الفرص من الأساطيل الأجنبية على غرار الصين وكوريا وغيرها من الأساطيل الأوروبية. كذلك الشأن لدينا في تونس، طالما نادينا لتطبيق القوانين والحدود البحرية حتى نحد من استنزاف ثرواتنا من الأساطيل الوافدة، سواء كان من آسيا طيب أو من أوروبا أو من غيرها. نور الدين، يعني هو يوصف، بس عفوا على المقاطعة، هو يوصف بالنهب الممنهج للثروة السمكية. اللافت أنه ليس وليد الأمس، والعديد من الشركات بات يشار إليها بالأصبع، يعني تتهم بالمشاركة في هذه السرقات. الآن تقول دعوتم لضرورة تطبيق القوانين، هل هذه القوانين رادعة أم أنه يجب فعل أكثر من ذلك، أكثر من الدعوة إلى تطبيق القوانين للتصدي لممارسات تستمر منذ سنوات؟ نعم نعم، نعم، هو في الحقيقة يعني حتى وإن كان القوانين موجودة ولكن لا تطبق، لا فائدة بها. أما كي نرجع نتحرسوا على ربما عقود إنتاج لبعض شركات معينة ومقننة، فهذا ما جرى به العمل في بعض الدول العربية، خاصة على غرار المغرب أو موريتانيا أو السنغال، فلديها من العقود الدولية لبعض المراكب المقننة التي تستغل في ثرواتها البحرية بالتناصف أو بصبغة الكراء أو بصبغة من صبغات القانونية. تبقى بقية الأساطيل المندسة وسط الأسطول المقنن، هذا فيه استنزاف للثروات، استنزاف خطير وخطير جدا على الصيادين البحريين التقليديين. لكن ما هي الخطوات التي تتخذها هذه الدول المعنية بسرقة ثرواتها السمكية والمائية؟ على سبيل المثال وعلى ضوء تقرير جرين بيس الأخير، والذي يشير إلى يعني شركة صينية تقوم من خلال سفن صيد بحري صناعي في مياه هذه الدول الثلاث بممارسات مشبوهة، يعني هل تمت متابعة هذا التحقيق من قبل هذه الدول المعنية؟ هل تم فتح تحقيق؟ نعم، هو الأخت الحديث ذو سجون، ولكن طرقنا للمسألة هذه على مستوى الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، والذي تقدم بفكرة ممتازة لمزيد حماية الثروات السمكية العربية، وتم الاتفاق على إنشاء الشركة العربية لتوزيع منتوجات البحر، والتي كانت معناها لشقيقة موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس واليمن وغيرها من الدول العربية، الترحاب التام وقصد مزيد الحفاظ على الثروات السمكية والانتفاع بها بين الدول العربية. نالت استحسان العديد من الحكومات العربية، وفي الحقيقة تناولنا موضوع استنزاف الثروات متاعنا من قبل الأساطيل الأجنبية، وخاصة مع من تناولت هذه المواضيع، لأنه بعض الحكومات العربية نعم، ومنها على سبيل المثال الحكومة الموريتانية، متهمة بالغطاء لهذه بتوفير يعني غطاء لهذه الممارسات ولهذه السرقة، يعني مع من تحدثتم هنا؟ تحدثنا مع سلطة ربما السلطة المختصة للصيد البحري، وعن طريق السفارة الموريتانية بتونس، وقت تم إنشاء الشركة هذه تطرقنا إلى العديد من المواضيع، وما من بين المواضيع هذه هو استنزاف ثرواتنا من خلال بعض ربما المراكب التي
نقول أنا تمنهج العمل متاعها في استنزاف الثروات متاعنا بدون أي موجب قانوني يعني. وهذا لابد لنا أن معناها عن طريق الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لابد أنه باش نشدد العقوبات لمعناها مقترفي هذه الأخطاء. طيب لنقترب أكثر من المشهد، على سواحل موريتانيا على طول شواطئ هذا البلد هناك قوة لخفر السواحل، كما أنه هناك رادارات للمراقبة منتشرة على طول الشاطئ، وبالتالي من المفروض أنه في مراقبة على هذا الشاطئ، لكن كل هذه الإمكانيات لم تفلح في السيطرة على المجال البحري. لماذا؟ يعني كيف نفهم ذلك؟ هل هو فشل يساءل عليه من يساءل عليه، أم هو تواطؤ يتطلب أيضا التحقيق والمساءلة؟ أنا في تقديري ربما لا نمشي إلى ربما الرأي المتطرف ونقول تواطؤ، ربما هذا شأن داخلي، ولكن لدرايتي بجهاز المراقبة جهاز يزم إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، وشقيقتنا موريتانيا باللي كان يكون عندها ربما جهاز خاص للمراقبة عبر الأقمار الصناعية يبدو لي ما زالت ما انتهجتش الطريقة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، ولكن الشقيقة المغرب لديها من الإمكانيات ما تفوق ربما المراكب التي ربما تستنزف ثرواتها بدون تراخيص مسبقة وبدون اتفاقيات بين السلطة وهذه الشركات. طب هذه المشكلة كما قلنا سيد نور الدين مستمرة منذ سنوات، لم يتم كبح جماحها حتى الآن، على ما تعولون لخرقها؟ نعم هو في الحقيقة يعني حتى وإن كانت لإمكانيات دولتنا مثلا تونس في حراسة السواحل البحرية، ولكن تبقى دائما وأبدا الحدود الاقتصادية الخالصة والحدود الدولية دائما وأبدا فيها لبس وفيها انتهاك كبير لثرواتنا السمكية، حتى وإن كان جهاز المراقبة معناها سواء كان ليلا نهارا، ولكن هناك انتهاك من الأساطيل الأوروبية من الأساطيل الآسيوية التي ربما تستعمل القوى متاعها لمزيد استغلال واستنزاف الثروات متاعنا، ولهنا لابد نحن كعرب، ودعوتي من خلال هذه المصافحة لمزيد إحكام استغلال الثروات متاعنا عربيا، وخلي البروتين السمكي يكون ما بين الدول العربية دون جواز سفر ودون أي رسوم وأداءات، حتى ننتفع وحتى تستنفع بقية الدول الأخرى العربية. شكرا جزيلا لك من تونس، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد.